خويا ديك الفضيحه اش غادي نقول لك، كاع كنتسنكروا ديك الفضيحه زعما هادشي اللي ديك الفضيحه اللي ولات كتبحال الا كتفقد الثقه في اي في هذا المجتمع ديالنا. علاش داك السيد اللي داير داك الشيء دوك الدراري قدر ترى لولدي ترى لولد خويا ترى العائله بزاف ديال الحوايج. هنا كيجي بان كنوصي من هذا المنبر هذا بان الناس اللي بغى يصيفطوا ولادهم ولا هذا ثقه وما بعد الثقه، ما كاين ثقه راه ما كاين حتى حاجه. زعما داك الشيء اللي دار داك السيد يصيفطوا مع ولادهم بنات تما داك سميتو كتفقد الثقه من بزاف ديال الحوايج. علاش؟ حيت داك الشيء اللي هذا، اما داك السيد اما نقولوا مريض راه ما مريضش، نطلي مريض غيقدر هو يمشي ينتحر يمشي يموت يمشي ما غادي يمشي شي للبحر ولا يمشي نقول غيكري الدار ولا بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال العوامل كيتجمعوا في هذا الشيء. كيقول لك زعما راه مريض ولا هذا، لا. اما وداك السيد انا كنقول زعما يقدر الى اقصى العقوبات لذاك السيد. علاش؟ عندي يقدر عاوتاني يدير شي واحد اخر يجي موراه تقدر تكون اكثر من داك الشيء. داك الشيء اللي كنسنكروا هذا الشيء وكنقولوا هذا الشيء اللهم انا ضمن كارو صافي. شفتي الفيديوهات اللي انت شفتو؟ واه ما قدرتش كاع نكملوا زعما داك الشيء. علاش؟ حيت الدري صغار كيب ملائكة، الدراري صغار كلهم راه كتسمى بحال الملائكة، بس صيفط ولدك لدابا لشي واحد كبر منه ولا هذا، إلا ما كانتش ثقة راه ما كاين حتى حاجة. كذب عليك الكذاب يقول لك زعما هذا، واش ما كيبغي لا ربي لا عبدو، زعما بنادم هذا شي حاجة ماشي هي هذيك. الصراحة ما نكذبش عليك، أنا من بكري كانت عندي هذه القضية، كان الراجل كيقول لي زعما نصيفط للعواول هيدا المخيم، كنقول له والو هادشي دابا 30 عام اللي كنهضروا كنا كنخافوا على ولادنا، ثم دابا ما كاين غير قسما بالله كتجينا البيك كنقولوا كيفاش هاد الأشرار عايشين معنا فوق الأرض، واش هادو أنا كنقول لهم مرض نفسي بعدا خصهم يمشيو يداووا بعدا حشومة، وكاين الله وما كيخافوش الله كيجيب لهم الله صافي دابا حشومة عيب دابا بنوه ودابا الله يحفظ ولاو كيزيدون ولادهم دابا ماشي هادي هي القضية هادي اللي أصعب حاجة هي هادي زعما الله يلطف بينا والسلام قسما بالله ما فهم. انا ما نكذبش عليك هادو خصهم الاعدام وميوجب باش يكونوا عبره لواحد اخر باش عمرهم يزعموا على ولاد الناس حشومه. الطفل باري كتشوفو يمسكن ماشي هيدا وكتقول مسكين كتشوفو غير طاح كيبقى فيك خصك تهزو خصك عسى ما تمشي تينو تعمل له ديك الفضيحه واخا يكون نادم عمرو الله حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما نكذبش انا والله الا كنهضر وكنتبور واش كنقول يا سيدي يا ربي الهلا يطيحنا في هاد المساله قسما بالله. اللي عنده شي وليدات يحفظوا ما كاين لا مخيم. انا البارح جيت من طنجه قسما بالله ومصيفطين العواول هيدا الترن كامل بهم، كنقول ايما الحبيبه على هاد الناس كيفاش خلاو ولادهم زعما طالقينهم زعما بوحدهم زعما ماشي عندهم يديك اللاش ديالهم 10 سنين 11 عام ومساكن فرحانين، وكان كنقول ماشي هاد العواول ماشي العافيه ماشي صراحه قسما بالله خصهم مراقبه. كنقول ايما الحبيبه دابا هاد البنات وهاد الوليدات خصهم مراقبه، هما مساكن فرحانين قادتهم فرحه تشوف هذيك الفرحه تقول انا هادو ما كانش هاد العواول طلعوا من الجنه بالحق، كتقول ماشي جهنم هاد العواول ماشي الصراحه. اي والله يلطف بينا وليدي خويا. داك الشيء كنتاسفوا لذاك الشيء اخويا، داك الشيء صعيب اننا نشوفه في المغرب بعض الوالدين دوك الناس صراحه. انا اخويا شفت داك الفيديو اخويا شتاتني واحد الخلعه من الداخل بقى فيه الحال ما حملتش داك البلان فهمتش بنادم. الناس هادو اخويا خاصو تطبق عليهم القصاص كما قال الله سبحانه وتعالى. الشيء كل شيء كاين في القران اخويا، راه تبعنا القران ديالنا والدين ديالنا راه غنوصلوا بزاف ديال الحوايج الزوينين فهمت. شو تقول لهذوك البنات اللي صوروا الفيديو؟ برافو عليهم، راه مشاو عند البوليس ومشاو الشيء راه كيوقع شحال من مره وعمر يعني. الا مشاو شي واحد اللي مشى عند البوليس راه ما غايشيقوش فهمتي، ولكن هما اش داروا صوروا مشاو عند البوليس. برافو عليهم هذوك الدريات الشابو ديالهم وحق الله برافو عليهم. انت ملي شفتي الفيديو خويا كيفاش كان؟ خويا ما حملتش راسي انا ما حملتش هذاك البلان صاحبي. واش بنادم صح ويلا شوف ما حد منهم كيدير بحال هكاك، ما حد بنادم مريض عقلاني يعني. ما يمكنش بنادم يكون عادي في عقله وغايدير هذاك البلان فهمتش. بنادم غايكون دارو غايكون اما عايش شي حاجه صغرو فهمتي، بنادم ما تكونش نورمال فهمتش. وخويا اش غنقول لك، الله يرد بينا والله يهدينا والله يدير شهيدة أمة محمد. اش غنقول لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الظاهرة انتشرت زعما بزاف، ولينا كنخافوا نصيفطوا وليداتنا هكا لشي مخيم ولا شي بلاصة بوحدهم. هي حسرة زعما الأساسيدة وداك الشيء يعني هما اللي كيقضيو لنا وليداتنا، ومن المفروض يعلموهم وهذا ماشي يعني يستغلوهم ويديروا لهم هاد الشيء هذا. وهاد الظاهره اللي زعما كنتاسفوا يعني راه ولات كثيره في المغرب وهذا، لا حول ولا قوه الا بالله. شنو العقوبه اللي تبغي اللي كيديروا هاد الافعال هذه؟
صراحة أنا ما كرهتلهمش الإعدام صراحة باش يكونوا عبرة لغيرهم صراحة، حيت يعني الوليدات الصغار مساكن غير البراءة غير يعني فهمتي. خويا رأيي في الفضيحة راه شفناها كيف شافوها كاع المغاربة وتأسفنا بزاف لهذاك الواقع، وكنتمنى من الآباء ولي أمر الوليدات الصغار يعرفوا مع من يصيفطوا الوليدات ديالهم، لأن ولينا كنتأسفوا بزاف ما بقيناش بغينا حتى يوقع المشكل عدم تأسفوا، خصنا نتأسفوا قبل ونعرفوا مع من صيفطوا الوليدات ديالنا. هذا علاش حنا كنخافوا على الوليدات ديالنا غير اللي يلعبوا في الزنقة، ما بالو كاين إلا صيفطناهم مع واحد الناس أخرين. واللي زاد كاع اللي زاد أثرنا أكثر هو ملي شفنا ذاك الراجل ووقر الشيب اللي فيه واللي تقدر تشوفه في الزنقه تحترمه وصدر منه داك الفضيحه، لان صعيب باش تبقى تثق في هذا الوقت ترد البال ديالك اكثر من القياس وتهلا في وليدات ديالك، لان حنا اللي عطى الله عطاه. انا بعدا لا انا لا الاباء ديالنا بنادم راه كبر، ولكن كنتمنى ان الوليدات اللي جايين هما المستقبل ديال هذه البلاد اللي خصنا نحافظوا عليهم بما امكن، لانه ان شاء الله غدا ولا بعده هما اللي غيكونوا السند ديال هما يكونوا الركائز ديال هذه البلاد. لان العقوبه اللي نبغي ليه راه الدوله راه عارفه اشنو كدير، ما غنجيش حنا نقولوا لهم اشنو اللي يديروا واشنو اللي ما يديروش، خصو ينزلوا عليه باقصى العقوبات لان باش يتربوا ناس اخرين. لان ملي كنهضروا على 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 واحد الجمعيه ولا واحد اللي باش يديو الوليدات الصغار راهم راه كيكونوا هما ولي امر الوليدات الصغار، لان خص تنزل عليه باقصى العقوبات، لان باش يعطيك ولد ديالك وليد ديالو باش تديه معاك، وهذه لان كيخليوك انت تحمل المسؤوليه. ملي كتوقع شي حاجه خصهم ينزلوا عليك باقصى العقوبات، ما يبقاش فيا. انت شفتي الفيديو خويا؟ شفت الفيديو، كان رد الفعل ديالي شو الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يفضح شي واحد راه كيفضحوا. ها هو قال لك ديجا وقع عليه شي حاجه ان الوليد غرق وهذه ودازت الامور سالمه، ولكن الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يبينك راه غيبينك، واخا تخبى مع شحال ديال الوقت. هذا ما كان والحمد لله. شو تقول لهذوك البنات اللي صوروا ذاك الفيديو؟ هو كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف لانه كانت عندهم جرأه، كانت عندهم جرأه اللي صعيب باش يديرها شي واحد. دابا راه الناس كتشوف المنكر وصعيب باش 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 بنادم كتشوف بنادم كيتكريس حداك وصعيب باش باش تاخذ باش تجرأ، ولكن لا كاين الله سبحانه وتعالى كيعطي الجرأه لبعض الناس، لان باقيين الناس ولاد الخير وباقيين الناس زويونين والحمد لله. هادشي كيفرح لان باقي كتشوف ان في بلادنا باقي الناس زويونين وباقي الناس كتضربهم الغيره على هاد البلاد، وما كيبغيوش المضره لاي في جميع المجالات ماشي غير في هاد المشكل ديال هاد الوليد. الله يجعل ربي يسهل عليك، ونتمنى الخير لجميع المغاربه والله يسهل عليهم الله يحفظك. شكرا لك انت اخويا الغالي. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.